في الوقت اللي بيحقق فيه عمرو سلامة أحلام المواهب الشابة في برنامجه الجديد كاستنج، هو نفسه عنده حلم ومش عارف يحققه. بس إزاي؟ بس هو اللي احنا شفناه ده مش حلو أكيد. شكة فيه؟ عارف يعني شكة فيه؟ أنا بيع كليتي بس أصور المسلسل. دي الجملة اللي ابتدى بيها عمرو سلامة سلسلة من البوستات نشرها على حسابه على فيسبوك، بيتكلم فيها عن مسلسله المعروض سنة 2020 ما وراء الطبيعة. بس بصراحة حسيت بالضجر يعني والملل والزهق اني مش عارف احرك الموضوع، فقررت اتكلم عن الموضوع، بخصوص ان في ضغط كبير جدا عليا بقالي فترة ان فين ما هو طبيعي جزء تاني فين ما هو طبيعي جزء تاني. المسلسل مأخوذ عن سلسلة قصص بتحمل نفس الاسم، كتبها الراحل احمد خالد توفيق الكاتب الكبير وصاحب الشعبية الواسعة. العراب زي ما بيسميه محبيه كان بيحلم يشوف اعماله على الشاشة، وفي سنة 2006 انضم له عمرو سلامة في الحلم ده. ان شاء الله اشتغل على ما هو الطبيعي تاني، لانه من اكتر مشاعري بحبها من طفولتي ومشروع عمري، ولان دكتور احمد خالد توفيق كان بمثابه يعني اخ واب ليا، فمستحرم ان اهم مشروع عنده برضو متعطل لاسباب انا شايفها مش منطقيه. وبعد رحله سنين مع شركات الانتاج، اخيرا في 2018 اتباع المسلسل وتصور جزء الاول واتعرض في 2020. لابسه فستان ابيض وشكلها عفريته. طب ما انا كمان بشوفها واشوف حاجات تانية. ومن لحظة عرضه كون نادي كبير من المعجبين ونادي كبير من الكارهين. أما باقي الأجزاء فمن 2020 والكل بيسأل عنها وهي مختفية في ظروف غامضة. ولا يوجد ما يسمى بما وراء الطبيعة. في عقبات معينة ليها دعوة بالاتفاق اللي ما بيننا مخليها المشروع ما يكملش، لأن ما وراء الطبيعة ممكن تتحول لكذا حاجة، وأنا عندي أوريدي أفكار في المنطقة دي، فمش لازم يبقى جزء تاني، وممكن يبقى جزء تاني بس هو مش لازم يبقى جزء تاني. لكنه وعد إنه مش هيستسلم. حتى تحترق النجوم وتفنى العوالم، حتى تتصادم الكواكب وتذبل الشموس.